أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا نتحدث عن مسألة انتشار الإسلام وانتشار المسيحية. منذ بطرس الناسك والإسلام متهم بأنه انتشر بحد السيف، ذلك أن النصارى لم يجدوا تبريرا لذلك الانتشار المريع الذي حصل للإسلام. لقد دخل الناس في دين الله أفواجا. اليوم نكمل الحديث فيما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة حين تحدثنا عن أوروبا في القرن الرابع إلى القرن الحادي عشر، وهي تدخل إلى المسيحية بسيف القهر، بسيف الغلبة. نبدأ مع ولدي أورانت في كتابه قصة الحضارة، ويحدثنا في القرن الثاني عشر الميلادي، حيث أن الألمان طلبوا من كل قبائل جزر البلطيق أن يدخلوا في المسيحية. بالحجة؟ بالإقناع؟ لا، بالنار والسيف، بالنار والسيف. ثم يكمل فيحدثنا عن البابا إنوسنت الثالث الذي دعا إلى حرب صليبية، حرب صليبية مطلوب من الناس أن يتركوا آلهتهم القديمة وأن يدخلوا في المسيحية. ظهرت طوائف مسيحية كانت تحمل السلاح في جزر البلطيق، أخضعت الناس مثل إخوان السيف وغيرهم، ونشروا الدين المسيحي بين أهلها واتخذوهم رقيق أرض. لقد أكره الناس على الدخول في المسيحية إكراها، وذلك بسيف القهر. نتحدث الآن مع كارن أرمسترونغ، المستشرقة الإنجليزية الراهبة السابقة قبل أن تترك الكنيسة، وتحدثنا عن بعض حوادث الاضطهاد التي حصلت لليهود والتي جعلتهم يقتلون في أوروبا لرفضهم المسيحية. صدرت تشريعات كنسية تربط المسلمين باليهود، تقول هذول اليهود كانوا متحالفين مع المسلمين. النتيجة كل من يقف مع اليهود سيطرد من الكنيسة. يطرد من الكنيسة يعني ما عاد مسيحي. إذا قبل الخدمة في منازل المسلمين أو اليهود، المسيحية منه براء. إذا رعى أطفالهم، المسيحية منه براء. إذا تاجر معهم، إذا شاركهم في الطعام، حتى هذا الكنيسة بتشريعاتها تعتبره جريمة منكرة. في عام 1227 البابا غريغوريوس التاسع يضيف مراسيم تمنع المسلمين واليهود من أن يرتدوا ملابس، أو توجب عليهم أن يرتدوا ملابس مميزة لهم. وكمان في شيء تاني، في الأعياد المسيحية لازم ما يعتبوا الباب، لازم يبقوا في بيوتهم. إجا البابا كلمنت الخامس فقال إن وجود المسلم على الأرض المسيحية إهانة لله، إهانة لله. كيف تمحى هذه الإهانة؟ تمحى بقتل المسلمين. الملك شارل ملك فرنسا استجاب لهذا البابا في عام 1301، فأباد من بقي من المسلمين في صقلية وفي جنوب إيطاليا. لماذا؟ لأنهم رفضوا أن يدخلوا في المسيحية وأصروا على البقاء في الإسلام، وهذا ما اعتبره البابا المقدس، اعتبره إهانة لله. القس أندرو ميلر، وأيضا في هذا الكتاب الدعوة للإسلام توماس أرنول، يحكي عن رقم مخيف، 5 ملايين إنسان في أيام حكم الإمبراطور جوستينيان قتلوا في أفريقيا من أجل أن تصبح أفريقيا مسيحية. قضي على الأريوسية، مذهب كان أقرب إلى التوحيد منه من مذهب أثناثيوس والمسيحية التي نراها اليوم. قتل ما يقرب من 5 ملايين إنسان، الذي يحدثنا القس أندرو ميلر، قس بروتستانتي في القرن التاسع عشر الميلادي.
5 ملايين إنسان جريمة مروعة قضي عليهم في سبيل المسيحية، المسيحية التي انتشرت بحد السيف، سيف القهر. هنا يحدثنا توماس أرنولد عن إخوان السيف الذين أدوا رسالتهم كاملة بالسيف والنار، فرضوا على شعوب البلطيق المسيحية فرضا. وهكذا كان الرهبان اليسوعيون يلجؤون إلى هذه الوسائل العنيفة المسيحية مرة أخرى تنتشر بحد السيف. هنا يحدثنا والديوراند عن مأساة كبيرة يشارك فيها الأسقف، يوجه الاتهام ويطالب بطرد كل اليهود من هذه المدينة. المجلس البلدي يرفض أن ينساق إليه، فطرد المجلس البلدي كله وجاب عين مجلس جديد وأمر بالقبض على كل اليهود. هرب بعضهم إلى الريف، لكن ماذا كان مصيرهم؟ لقوا حتفهم على أيدي الفلاحين. بقي بس 2000 واحد من اليهود، فأودعوا السجن وفرض عليهم التعميد، وفرض عليهم التعميد. فأذعن نصفهم ورفض الباقون، 1000 قبلوا المسيحية والألف الثانين رفضوا، فأحرقوا في عام 1439 1000 إنسان. هذا ليس بشيء أمام المعلومة الهائلة التي يقدمها والديوراند. يقول أبيد 510 جالية يهودية في أوروبا في هذا الزمن القرن 15 الميلادي، 510 جالية يهودية أبيدت. الجالية كم تتوقع تكون؟ 2000 10 20 ألف، الله أعلم. الآن لا نتحدث عن أشخاص، جاليات بكاملها أبيدت نتيجة هذه المذابح. يحكي لنا عن 3000 يهودي قتلوا في هذه المدينة إيرفورت الألمانية. في مدينة بافاريا الألمانية قتل 12 ألف إنسان. ليش؟ لأنهم رفضوا المسيحية. هناك حبر اسمه جونا، هذا في فيينا، لما رأى أن اليهود يجبرون على ترك دينهم وعلى الدخول في المسيحية، جمعهم في معبد واحد وقال لهم أفضل شيء أن نقتل أنفسنا حتى لا نجبر على الدخول في المسيحية. حدث هذا الانتحار مرارا في أوروبا، في عدة مدن من مدن أوروبا. لماذا يقتلون أنفسهم؟ لأنهم يجبرون على ترك دينهم. بقي منهم أناس استطاعوا أن يهربوا إلى بولندا وهربوا إلى تركيا. لاحقا في بولندا سيقتل اليهود مقتلة شنيعة ليس لها مثيل. الوحيدون الذين سيسلمون من القتل هم أولئك الذين هاجروا إلى بلاد المسلمين، اللي متهمين بأن دينهم يرعى الإرهاب، يهربون ممن يسمون أنفسهم رسل المحبة والسلام. توماس أرنولد يواصل الحديث فيحكي لنا هذه المرة عن روسيا في عام 1812 في القرن 19 الميلادي. الشراكس المسلمين اللي صاروا مسلمين هاجر منهم 500,000، هاجروا من بلادهم من روسيا إلى تركيا، ووصل بعضهم إلى الشام وإلى غيرها من البلدان. معروفة الشراكس الموجودين في الشام، كل هؤلاء فروا بدينهم من الروس في القرن 19 الميلادي. لماذا؟ لأن القانون الصادر في روسيا كان يعتبر أي إنسان لا يؤمن بالأرثوذكسية تحديدا من مذاهب المسيحية يعتبره مجرما يدان ويدخل في طائفة العقوبات القتل. الأبخاز المسلمين ادعوا أنهم مسيحيين بالقوة، ادعوا أنهم مسيحيين، لكن عندما صار قانون التسامح الديني في عام 1905 كلهم رجعوا إلى دينهم. لماذا؟ لأنهم كانوا قد أصبحوا نصارى بالقوة بسيف القهر، فمجرد ما صدر قانون التسامح عادوا إلى الإسلام. عادوا في جموع بلغ من ضخامتها أن رجال الكنيسة أخذ منهم الخوف كل ما أخذ. كل الناس رجعت إلى الإسلام، لأن هذه الألوف بل مئات الألوف بل الملايين من الأبخاز كلهم كانوا مسلمين وتنصروا بالقوة. ف
فمجرد أن شعروا بالأمان بصدور قانون التسامح كلهم عادوا إلى الإسلام. إنه سيف القهر والغلبة. تواصل أوروبا فعائلها باليهود. في براغ في عندنا جالية يهودية يجبرون على الاستماع إلى عظات النصارى. طيب يا أخي هدول نصارى، هدول يهود مش نصارى، لازم يسمعوا العظات. ثم بعد ذلك عندما استولى الصليبيون على براغ في عام 1421 خيروهم إما أن تصبحوا مسيحيين أو القتل. ما عندنا جزية، هذه الجزية عند المسلمين، المسلمين بس هم اللي يأخذوا الجزية. أما إحنا ما عندنا جزية، يا قتل يا تدخلون في المسيحية. فكان سيف القهر يعمل عمله في إفناء الناس أو إجبارهم على الدخول في المسيحية. نذهب إلى بولندا. الملك بطرس الأكبر والإمبراطورة إليزابيث أمروا أن يرحل كل اليهود الموجودين في الإمبراطورية ولا يسمح بدخول أي أحد تحت أي طائل تحت أي مسمى إلا إذا صار كاثوليكيا، إلا إذا صار كاثوليكيا. في عام 1953 35 ألف يهودي طردوا من هذه البلاد. ليش؟ لأنهم رفضوا أن يصبحوا مسيحيين، رفضوا تحت سيف القهر فخرجوا من بلادهم. أيضا هناك إرهاب مقدس في عام 1685 أكره 400 ألف إنسان على أن يصبحوا مسيحيين المهتدين الجدد. أجبروهم على حضور القداس المسيحي وعلى تناول القربان. فبعض الناس لما انطلعوا بصقوا القربان الذي أكلوه، ما بلعوه، فهؤلاء أحرقوا أحياء، أحرقوا أحياء. هؤلاء البروتستانت أخذهم الكاثوليك وسجنوهم تحت الأرض في زنازين غير مدفأة في ذلك الزمهرير الأبيض الذي تعيشه أوروبا في شهور كانون الثاني وشباط، وأنتم أدرى بما يكون. حصل هذا مع الرهبان ومع الراهبات أيضا. جريمة، إنه سيف القهر. هل سمعتم عند المسلمين شيئا مثل هذا؟ نقرأ مرة أخرى مع وليورانت وهو يحكينا عن رجال الدين الذين فعلوا أيضا أفاعيل وفي بعض الأحيان كان بهم رحمة. لكن اسمعوا إلى هذه القصة. لقد رأيت أطفالا كثيرين، نتحدث عن أطفال، يسحبون إلى حوض التعميد من شعورهم. تخيل المنظر، ما بنتكلم عن طفل ولا طفلين، أطفال كثيرين يسحبون إلى حوض التعميد من شعورهم. أطفال يهود يجبرون على المسيحية. فماذا فعل اليهود؟ وأدوا أطفالهم ثم قتلوا أنفسهم. تخيل هذا المنظر، كم هو صعب على الأب أن يقتل ابنه لكنه يحب دينه ويعز عليه أن يؤخذ هذا الطفل فيصبح نصرانيا. فكانوا يقتلون أطفالهم ثم يقتلون أنفسهم. أمروهم أن ينصروا كرها فسحلوا إلى الكنائس. الرجال من لحاهم والنساء من شعورهم. هذا الذي نسميه سيف القهر، سيف الظلم، سيف البطش، الجبروت الذي استخدم في إدخال الناس إلى المسيحية. هل مر عليكم شيء من هذا في تاريخ المسلمين؟ يا من تتهمون الإسلام بأنه انتشر بحد السيف. نصل القرن الخامس عشر الميلادي ومع قديس ستعتبره الكنيسة ستعتبره قديسا فيما بعد بعد وفاته، القديس يوحنا. هذا كان ممثلا للبابا نيكولا الخامس، كانت له مهمة في عدد من الدول. كان في عظاته عندما يلقي عظة يتهم اليهود بأنهم يقتلون الأطفال ويأخذون دماءهم ويصنعون منه الفطير. مئات الألوف من اليهود قتلوا تحت هذه المزاعم الكاذبة أنهم يقتلون طفلا ويأخذون دمه ليصنعوا منه فطيرهم. هذه الخرافة ندد بها ولديورانت كثيرا وكثيرا.
ننتقل إلى أسقف آخر. هذا الأسقف كان قد أعطى اليهود امتيازات في البلاد التي هو فيها في ألمانيا، ثم بعد ذلك عاد فنفاهم. نعود إلى ذلك القديس يوحنا، سجن الكثير والكثير من اليهود، أعدم 40 منهم حرقا في عام 1453، أما الباقون فنفوا بعد أن انتزعت منهم أطفالهم. تخيل، تنفي الأب والأم وتبقي الأطفال لديك أسرى لتجبرهم على أن يكونوا مسيحيين، يتربوا بعيدا عن آبائهم وأمهاتهم وعمدوا بالقوة. هذا الذي فعل هذه المآسي هو ممثل البابا نيقولا الخامس، كافأته الكنيسة بعد وفاته فجعلته في قائمة القديسين، وكان أولى به أن يوضع في قائمة الإرهابيين. تخيلوا لو أن هذا واحد من علماء المسلمين، واحد من أئمة المسلمين، ماذا يكون موقف التاريخ من هذا الإنسان؟ ماذا يتحدث عنه الناس؟ لن تجد مثل هذا في تاريخ المسلمين، لكن تاريخهم طافح بممثلي البابا نفسه وهم يمارسون هذا الإرهاب، ثم يجعلون في قائمة القديسين. ننتقل إلى روسيا. إيفان الرهيب في القرن 16 أصدر أوامره بتحويل اليهود كلياتهم إلى المسيحيين، واللي ما بده يغرق بالماء. طريقة جديدة في الإقناع، الإغراق الإغراق. وهكذا تم قتل اليهود مرة بعد مرة. تاريخ اليهود في أوروبا تاريخ مؤلم، لم يعرفوا هناءة للعيش إلا في بلاد المسلمين. نذهب إلى جماعة اسمها جماعة الباستير. هؤلاء في القرن 14 الميلادي كانوا في فرنسا. هؤلاء عزموا، أخذوا بأنفسهم قرار على قتل كل يهودي يقابلونه إذا رفض التعميد. جماعة ماشيين في الشوارع، أي واحد يهودي يرفض أن يصبح مسيحيا يقتلونه. في مدينة تولوز الفرنسية اعتصم 500 من اليهود في أحد الأبراج، حاصروهم، خيروهم، إما أن تتعمدوا تصبحوا مسيحيين وإما أن تموتوا. فهذه الجماعة ذبحوا أنفسهم حتى لا يتركوا دينهم، ما عدا شخص واحد يبدو خاف على نفسه ورأى أنه من الصعب عليه أن يذبح نفسه. الجماعة ما قصروا معه، ذبحوا والحقوا بإخوانه بل مزقوه إربا، لو كان قتل نفسه كان أرحم له. وهكذا في هذه المنطقة من أوروبا، جنوب فرنسا وشمال إيطاليا، تم استئصال 120 جالية. ما بتكلم عن 120 شخص يا جماعة ولا 120 أسرة، نتحدث عن 120 جالية. والحديث لولد يوراند المؤرخ الأمريكي، توفي 1980، 120 جالية تم قتلهم بسيف القهر لأنهم رفضوا الدخول في المسيحية. أعطونا أين حصل مثل هذا في تاريخ المسلمين؟ جالية واحدة أبادها المسلمون لأنها رفضت الدخول في الإسلام. ننتقل إلى المجر في القرن 14 الميلادي. الملك شارل يجبر رعاياه على أن يعتنقوا المسيحية أو يغادروا البلاد. وهكذا اضطر الناس إلى أن يؤثروا المسلمين على أبناء دينهم، لأن المسلمين يعرفون التسامح، بينما هذه الأديان لا تعرف المصالحة واللين. لم يجدوا الأمان إلا في بلاد المسلمين. ننتقل إلى القرن 16، إلى رجل الإصلاح مؤسس المذهب البروتستانتي مارتن لوثر. مارتن لوثر كتبه طافحة بكره اليهود وبغض اليهود وبنصائح للحكام بأن يذبحوا وأن يفعلوا باليهود الأفاعيل. يقول عنهم: إذا أبوا أن يرتضوا المسيح إلها فهذول ينبغي أن يعاقبوا، هؤلاء دخلاء على أراضي المسيحيين، هؤلاء أثروا من الربا، هؤلاء تلمودهم يجيز الخداع. طيب ماذا نفعل بهم؟ نصح الألمان بإحراق بيوت اليهود وإغلاق معابدهم ومدارسهم
ومصادرة ثرواتهم وشغلوهم في السخرة يشتغلوا ببلاش في كفلاحين في البساتين، وأن يخير جميع اليهود بين اعتناق المسيحية أو قطع ألسنتهم. من الكلام هذا مارتن لوثر، مارتن لوثر الإصلاحي يدعو إلى قطع ألسنة أولئك الذين يرفضون الدخول في المسيحية، طريقة جديدة في الإقناع لا تجدها إلا عند المسيحيين أتباع رسالة المحبة والسلام، إنه سيف القهر. ما زلنا في القرن الثالث عشر الميلادي حين دخل الصليبيون إلى أحياء اليهود في مدن فرنسا، طريقة شنيعة، أمروهم أن يصبحوا مسيحيين، أن يتعمدوا فيصبحوا مسيحيين، فلما أبوا داسوا بحوافر خيولهم 3000 إنسان. تخيلوا 3000 إنسان تم تربيطهم ووضعهم على الأرض وتدوس عليهم الخيول حتى ماتوا. مش بنحكي عن واحد ولا اثنين، عن 3000 إنسان. هذا الذي يقول هذا مؤرخ أمريكي ما هو مسلم ورجل معروف عند الأوساط العلمية بكتابه القيم قصة الحضارة. نذهب إلى القرن الثامن عشر الميلادي ونرى في مناطق صربيا ومناطق البلقان حينما دخل الناس في دين الله أفواجا أيام الفتح العثماني، فجاء هذا الأسقف الحاكم ورأى بأنه لا بد أن يقضى على المسلمين. طيب واللي يرفض؟ قتلوا في ليلة عيد الميلاد كل المسلمين الذين بقوا على دينهم في الجبل الأسود، تم القضاء عليهم في ليلة عيد الميلاد. مجازر جماعية، قتل جماعي لكل من يرفض الدخول في المسيحية. أعطونا مذبحة مماثلة فعلها المسلمون، إنه سيف القهر. لم يستخدمه المسلمون أبدا، إنما استخدمه المسيحيون فقط، أولئك الذين يتهمون الإسلام بأنه الدين الذي انتشر بحد السيف. لنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.